المركز الأول مع صدارة شوط حرب، ولكن المركز الثاني للساعة محمد بن راشد بن غدير الاكتبي، ولكن حرب مع المركز الأول بلا يتوامر بلا يتعليمات. روح يا الرشيدي روح، روح يا سليمان بن سيف بن راشد الرشيدي، سلام يا الباطنة سلام سلام يا ساحل الباطنة، سلام على الفوز والانتصار. العصاف البطان بلا يتوامر ولا تعليمات، ولكن روح غادر مروح على صوت الكلام، وعندما أظهر عصاه وأمره روح بالفوز، روح إلى الباطنة بالسلام. ولكن القادم شاهين جابر بن علي بن حمد العويسي قادم شاهين في هذه اللحظات على المركز الثاني العويسي، ولكن حرب الرشيدي يحقق الفوز والانتصار. سليمان بن سيف الراشد الرشيدي سلام سلام يا السلطنة سلام على الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين جابر بن علي بن حمد العويسي، المركز الثالث اللي وصل على المركز الثالث الوسمي خالد بن ناصر بن راشد المجارح. تهانينا والناموس لمالك ولمن قدم لنا حرب مع الفوز والانتصار. سليمان بن سيف بن راشد الرشيدي، التوقيت 3:01. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.